مستمرين بعظمة لسانه، وزي ما قلنا لكم في هذه الفقرة سيبكم من الخروف واسمعوا رؤوف. وسمعتوا الكلام الرائع جدا من رؤوف خليف المعلق التونسي الكبير عن النادي الأهلي، بس مش بس حتى غير الأهلوية اللي استمتعوا بالأهلي، حتى الزملاء الكبار مقدمي برامج التوك شو بعد الأداء الرائع للأهلي أمام الوداد محدش قدر يمسك لسانه عن الإشادة والفرحة باللي شافه. جون حسين الشحات ما استمتعش بيه جمهور الأهلي بس، ده حتى عمرو أديب نطق